اللي تخص فرح، ان انا مبسوطه جدا ان هي ضيفتي النهارده، وبجد هي يعني نموذج جميل من الشباب والبناتيت الجميله اللي تقدر ان هي في سنها دوت تقدر ان هي تكون داعم حلو للشباب والبنات اللي في سنها. بما ان انت داعم يا فرح، انا حابه ان انت اي بنت او اي حد حابب ان هو يخش المجال دوت اقول له ايه، يدخل المجال ده ازاي، يثقف نفسه ازاي، ايه الحاجات اللي هو يقدر يعملها ويشتغل بيها على نفسه عشان يوصل وان هو يخش مسابقه زي كده. طبعا اول حاجه في الكاستنج اللي هم بيدوروا عليها لازم تكون البنت متكلمه. ايوه احنا عايزين اسرار، قولي لنا الاسرار بتاعتك يا طبعا لازم البنت تكون متكلمه ومثقفه، تعرف كل حاجه ليها علاقه بالسياحه. قرات كتير؟ طبعا انا اوريدي عارفه كلام كتير، بس ثقفت نفسي طبعا قبل المسابقه عن مصر، عن تاريخ مصر، عن اهميه. لازم اكون فخوره ببلدي بكل حاجه بتحصل في مصر، واكون اب تو ديت بكل حاجه. اهم حاجه طبعا زي ما قلت ثقافه، وان هي تكون فخوره بنفسها، بتحب نفسها في كل الاحوال، بدل هي طويله او قصيره او اي حاجه. ان احنا مش مودلز، احنا بيوتي كوينز اللي هي ملكات جمال، فاحنا مش لازم نكون كلنا شبه بعض. فهم دايما عشان كده دي حاجه حلوه ان هم بيركزوا على الشخصيه مش الشكل العام. طبعا جمال الشكل الروح. العام طبعا جمال الروح طبعا دي اهم حاجه حاجه مهمه، في والاهتمام بالنفس طبعا مهم، اللي هو لازم طبعا الشكل يكون منظم وكل ده، ولكن اهم حاجه هي الشخصيه. ان انا اكون بتكلم مع الناس يعني طب سؤال كده، بما ان احنا لازم نكون مهندلين كده في كل حاجه، لو حد نرفز فرح بتعمل ايه؟ قابلتي كتير ناس محبطه وسلبيه، قالوا لك لا هتعرفي توصلي ولا هتعرفي تنجحي، وطبعا بعد ما ابتديتي خطواتك ابتدوا يقولوا لك لا اصل بصي دي انت هتقفي مش هتكملي، اصل بصي مين مش عارفه ايه، شفتي مين وصلت ليه وانت مش هتعرفي توصلي لكذا. اكيد الناس المحبطه السلبيه دي قابلتيها كتير في حياتك، ازاي خرجتي من الناس دي وازاي تخطيتي المراحل دي؟ لان الناس دي موجوده في حياتك وحياتنا وحيات كل الناس، ان لما يشوفوا حد بيبتدي ينجح او خطوات ناجحه ليه هيبتدوا يحبطوه، يبتدوا يكسروا فيه عشان ما يوصلش. هما طبيعتكم هنا. فرح عملت ايه عشان تتخطى كل الناس السلبيه؟ طبعا الناس دي موجوده في كل حته وهم رايهم مش مهم. برافو عليك، برافو. فانا لما بكون عايزه حاجه ما بسمعش حد جنبي، يعني لما اكون باصه هنا انا مش شايفه الناس اللي جنبي. انا مركزه على قدامي، وانا عارفه نفسي، انا عارفه ان انا مثلا اقدر اكسب، فما عمري ما هسمع حد يقلل مني. دول بيبقوا بيشتغلوا على المنتل، يعني على دماغي، ويقعد يقول لي انت مش هتكسبي او كده، بس انا عارفه نفسي. احكي لنا موقف. طب حصل لك كده حد حاول ان هو يحبط فرح وفرح راحت متجنباه وراحت مكمله مشوارها ونجحت، وقعدوا يتفرجوا عليها بقى ايه ده، بص هي عملت ايه، بص وصلت لايه، يعني احنا كنا بنحاول نقصر فيها وما عرفناش. بس طبعا عايزه اقعد حته، ان في ناس بتفتكر ان الثقه بالنفس غرور، وده فرق كبير جدا. هما شبه بعض بس في فرق كبير. ان الثقه بالنفس ان انا راضيه عن نفسي وبحب نفسي جدا وعارفه انا قدراتي ايه، لكن الغرور ان انا شايفه نفسي فوق الناس. لا خالص، انا كنت دايما متعاونه مع الناس كلها وبحب الناس كلها، وقلت مره في لقاء ان انا كنت مبسوطه لاي واحده تطلع هي الملكه، يعني بجد كلهم فرح صحابك. بالظبط، دي حاجه حلوه جدا. صحابي وكلهم بحبهم جدا. عايزه اقول لك ان دي حاجه من الناس اللي هي طيبه النفس، ان انت بتفرحي لنجاح غيرك، دي حاجه حلوه جدا. مش اي حد عنده الموضوع ده، كل واحد بيكتسب المعلومات لنفسه فيقفلها، يكتسب اي حاجه الخبرات يقفلها، لكن يقول لك طب لو انا عندي معلومه انا اديها لك مش هتاخدي حاجتي، بالعكس انت هتقوليها بطريقه وانا هقولها بطريقه، فننجح كلنا ونقوم مع بعض. في ناس عندها دي مشكله كبيره قوي. واجهتيهم يا فرح؟ اكيد طبعا. بس انت شاطره، انت داعم كبير جدا، زي ما بتلاقي اللي بيدعمك فرح داعم كبير جدا، صح؟ طب فرح، بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي بيسندنا اكيد على طول في حياتنا، ورانا اسره جميله جميله، بابا وماما واخوكي الداعم الكبير والبيت الاساس، داعم كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى ليكي. كلمينا عن اسرتك. طبعا انا بورت كبير من شخصيتي هي بناء بابا وماما لشخصيتي. كل ده هم اللي عملوه. انا طبعا بحب اشكرهم جدا ان هم فضلوا ورايا من قبل ما اخش المسابقه، وكان مامتي بعتلي رساله لسه عندي لحد دلوقتي، فرح انت اللي هتكسبي. اول ما عديت بالكاستنج وقبلوني
قالت لي فرح انت هتكسبي. كل الشكر والتقدير لمامه فرح وباباها واخوها بجد على ان انتوا جايبين لنا فرح الجميله، نموذج حلو مشرف للبنات بالثقافه والاخلاق والذكاء وجمال الروح بالشكل ده، فدي حاجه جميله جدا جدا ليه. ماما كانت بتديكي نصايح خلال الفتره ديت، قولي لي بقى دعم ماما ليكي. انا مامتي كانت دايما معايا 24 ساعه في كل حاجه ومتابعاني في كل حاجه، لما مثلا بيجي لي اي كومنتس سلبيه هي بترشدني اتكلم ازاي. طبعا انا ماشي ناضجه وكل حاجه، بس طبعا لازم محتاجه ارشادات مامتي، عمري ما هكبر من الليفل ده. ودايما هي صديقتي قوي، فدايما بحب اسمع لها، دايما يعني بتسبورتني في كل حاجه عايزه اعملها، ولو انا بعمل مثلا حاجه مش عاجباها بتحاول ترشدني للصح، وكانت دايما داعمه جدا ليا في المسابقه. بابايا طبعا، بابايا عنده ثقه فيا كبيره قوي. لما قلت له عايز اخش المسابقه، طبعا اي اب بيكون خايف على بنته، خايف على بنته اكيد طبعا. فلما انا نفسي لما بقول حاجه لبابايا، بابايا بيقتنع بيها ان هو عارف فكره تفكيري ازاي. لا هو واثق في فرح كمان بالزبط. هتعمل ايه وهتمشي الخطوات بتاعتها ازاي. انا دايما بمشي على كل الرولز اللي هو بيحطها لي يعني كده. عندنا رولز محدده لازم امشي عليها طبعا، ان هو بابايا وانا بحترمه جدا، وكمان هو برضو صديقي، بنتكلم مع بعض كتير قوي. انا كنت فخوره ان هم بابايا ومامتي، واخويا طبعا سبورتيف جدا ليا. بس